طفل عمره سنتين بتجاوب بالنظافة بالحمام، بس لما بفوت وبده يعمل براز بصير يبكي وبخاف، والأم والأبو متحيرين ليش هيك عم بصير معه. هاي حالة الأطفال بتمرق فيها دايما، خصوصا اللي عنده خيال واسع. هون مثل كأنه عم بطلع منه إشي، في عنده شعور بأنه عم بفقد إشي من جسمه وببلش يتخيل. عشان هيك أنا كل الوقت بقول تدريب بالتربية بهذا الجيل هو نستخدم الخيال مع الحواس، لأنه عنده الخيال واسع لحد 7 سنين. فما تخافوش، ما تقلقوش، هذا إشي طبيعي. اللي ممكن إني يعمق هالشعور ويخليه يصير عادي لما إحنا منقلق، منخاف، منوبخ مرات، منتعصبن مرات، منبلش نحكي على الموضوع. شو الحل؟ الحل الجاهل. الحل هو التجاهل. لما هو ببلش يعبر عن خوفه، بدل ما إني أركز على خوفه حتى ما تصير عادي، لأنه كل سلوك بحقق الرغبة، الماما ركزت، البابا ركز، اهتموا أكتر، يوم ورا يوم صارت عادي، مفروض إني أتجاهل. وبالوقت نفسه لما بتجاهل وهو قاعد وخايف وعم بعبر عن هذا، لأنه عماله بفقد شي من جسمه، قاعد بحسه هذا. فكتير بحب بهاي المرحلة الطفل وبتجاوب أكتر لحتى تصير عنده عادي بديلي إني أستخدم بطل قصة مثلا. وهو عب الحمام أنا أكون محضر حالي بدي أقرأ له كشكش بالروضة وأقول له كشكش بتبكي، أنت لما بتقعد بتفوت على الروضة تعال شوف ابني ما أشتره، كشكش ينام بسريره، كشكش أنت بتبكي لما بتنام بدك تنام بسريرك، تعال شوف. نتباهى، أهم إشي التباهي بالطفل والتفوق بإن أمدحه، مش أجيب سيرة المشكلة. كتار مش عم بفهمه إنه لما أنا أتباهى بطفلي ما مش لازم أمس بالمشكلة ولا أذكرها حتى، لحتى إنه أخليه يستبدل هالعادي. الآن في قصة أنا بحكيها، قصة من قصصي كشكش بالحفاضات، أما يمكن في عندكم قصص تانية عن الحفاضات. كشكش بالحفاضات رح يصير عنده وعي عاطفي لما كشكش بعمل البراز، ساعتها بعرف إنه مش بس أنا، كل الأطفال. وبالقصة البطل القصة لأنه هو بقدره كتير رح يساعده. الآن كمان شيء تاني مهم لهذا الطفل حتى إنه يطلع من هالتمركز بهالخوف تبعه ويبطل عادي، إني أملي له فراغه. بإيش أملي له فراغه؟ في 3 جوانب: ألعاب فكرية اللي فيها أتباهى فيه كمان لشخصية أو لقرايبه، لسده، لخاله، إنه شوف كيف بركب، شوف كيف بنط، شوف كيف بضحكنا، شوف كيف بسرد، يعني بسرد لنا قصة، كيف حافظ الغنوية. 3 جوانب لتطوير شخصية طفلنا اللي إحنا بدنا إياها، هدفنا إحنا كمربين لأطفالنا إنه نطور شخصية سعيدة بالأول وسوية بالتاني. وللتنفيس، لأنه مضغوط من هالتجربة هاي بهالعمر الصغير، كتير حلو إنه نعمل له نشاط حركي بحبه، يملي له فراغه كمان وما يخلوش فاضي، ويتعاون لما هو بيعمل أي حركة رياضية أو أي نشاط، كمان إحنا نمدح ونركز على نشاطاته. يعني بالأساس نصير نركز على سلوكه المستحب ونتجاهل خوفه عندما بدخل الحمام.